السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبنا لكم جهاز كي ماوس، راح نشوفكم مواصفات هذا الجهاز طبعا باختصار شديد. هذا الجهاز اللي هو طبعا اجى بسعر جدا مناسب، جهاز جديد غير مستخدم ويجي اصلي عربي اصلي. الكاميرا مالته تجي 5 ميجا بكسل الخلفية، والامامية تجي 3 ميجا بكسل. الذاكرة مالته 4 جيجا ويقبل رام خارجي هذا الجهاز. وطبعا جت بيه ميزة كلش حلوة، انه هذا الجهاز اسود يجيك بالكرتونة، هذا القبق الليموني، يعني تقدر تغير لونه، تشيل هذا القبق الاسود تخليه، وتجي وياه حافظة، وتجي شاحن وهيدفون. الجهاز فقط 45 ألف وتوصيل 5000 لكافة محافظات العراق. للحجز راسل الصفحة أو اتصل على الأرقام اللي راح نذكرها إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.